فرحة أضاءت سماء الرياض بعد ليالي الجد والاجتهاد والسهر ومكابدة العلم ومعاناة البحث وصعوباته. رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل تخرج الدفعة الثانية من طلاب البكالوريوس والدفعة الثالثة من طلاب الماجستير من الجامعة السعودية الإلكترونية. الوطن أصبح الآن يعني ينتج نوعيات متفوقة في كثير من المجالات، سواء في إنشاء المؤسسات التعليمية أو المؤسسات الصحية أو المؤسسات الاجتماعية. الوطن وطن نوعي، أنا سمعت منهم الكثير مطمئن ولا يحتاج من يوجههم، هم الحقيقة يوجهون أجيال لأنهم على مستوى عالي، والجامعة صقلت هؤلاء الإخوة بعلمها واجتهادها وتقويمها وتقييمها، فأرجو لهم إن شاء الله التوفيق الدائم بحول الله. لحظات إنجاز للجامعة السعودية الإلكترونية بتخريج تلك الدفعة. ما تعلمتوه طوروا، لأن العالم يتطور، وأنتم الآن قادرين بالمهارات اللي زودتكم فيها الجامعة السعودية الإلكترونية أن تستمرون بهذا النوع من التعليم وما يسمى بالتعليم مدى الحياة. ها هم يسيرون إلى معالي الحياة، نصب أعينهم خدمة الوطن وبذل ما تعلموه من العلم لمن بعدهم من أبناء الوطن. مشاعري فرحة غامرة ولله الحمد بالتخرج الدفعة الثانية. نحمد الله على دعاء الوالدين وتوفيق الله سبحانه وتعالى. يقول لي بكرة يبقى تخرج، شيء رائع، شيء جميل جدا، فرحة عارمة. الحمد لله اليوم الفرحة للكل، واليوم طبعا تكلل تعبنا يعني بعد هذه السنوات بالنجاح. أشكر الجامعة وأشعر الحمد لله بالفخر الانتماء لهذه الجامعة، والله يوفقنا إن شاء الله وعقبال الدكتوراه. الحقيقة أنا أشعر بالسعادة والفخر أننا كأول دفعة تخرجنا من هذه الجامعة في منطقة عسير، والله الحمد. بعد عمل وتعب وجهد 3 سنوات الحمد لله وصلنا للتخرج. أحب أبارك لك جميع من اجتهد وكل الطلاب الحاضرين هنا، وألف مبروك التخرج، أولهم أخوي عبد الله. أحب أهدي شهادتي لأمي الغالية اللي ساعدتني ووقفت معي، وكذلك لوالدي. أحب أهدي النجاح لزوجتي الغالية اللي وقفت معي وقفة قوية صراحة، وكانت هي الدعم الأول في إكمال مسيرتي الدراسية. بعد مرور 4 سنوات الحمد لله تخرجنا من هذه الجامعة. لحظات فرح وسعادة للخريجين الذين طالما انتظروا هذا اليوم لتبدأ مسيرة الوفاء والعطاء. قناة عين بدر الدوسري الرياض.